عم بشوف كمان سرطان، في كمان اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول، أو بيعانوا من برود عاطفي مع الشريك، عم يرجع الشريك وبإيده مثل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنوي المجازي، المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون تنازلات، شخص هو نوعا ما متكبر. القراءة العاطفية حبايبي ممكن تكون عكسية، هذا الشخص شوي عنيد، شوي عنده يمكن أدكشن معين أو أنت حتى، فعم بيرجع لك بروح تانية، عم بيرجع لك بكأس حب جديد، عم بيكون أنت عم بتكون منفعل كتير هاي الفترة تجاه هذا الشخص، يمكن عملت أكشنز يمكن، ولكن هذا التسرع مش منيح أبدا، مش حلو أبدا أبدا في هاي العلاقة. عم بشوف إنه شوي شوي عم تتوضح الأمور وعم بتروق بيناتكم، عم بيصير في تجديد للعلاقة، أو يعني مثل تظبيط أمور مثل توضيح أمور. شايفة إنه الشريك عم بيراقبك بشدة، يعني عم بيحاول إنه تكون أنت بين إيديه، ترجع بين إيديه زي ما كنت. مبين إنه كمان الشريك ممكن تكون عنده طاقة سلبية زي ما قلنا، سحر حسد عين كذا، فأنت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغلة لأنه كتير تكررت بالورق. على الصعيد العملي نفس الشيء، كنت محتار بين انك تفتح مشروع او ما تفتحه، بين انك تروح شغل جديد او ما تروحه، فعم بشوف هاي الطاقة تنتهي، وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد او في بوزيشن جديد، ترقية في العمل ممكن تكون اكثر اشي في عندك. بعد فترة خلينا نقول ممكن تكون شهرين او ثلاثة، زواج فعلا رسمي من لكن بشوفه عن حب، يعني ما بشوفه زواج تقليدي او كذا، بشوفه عن حب مبني، بشوف في اولاد بناتكم انت والشخص اللي على خلاف معه، او حتى لو كنت معه يعني مرتبطين او منفصلين. الطاقات قلناها اكتريتها، خلينا نشوف ورق ثاني. إذا العمل في أشخاص عم بشوفهم بالورق عم بتربصوا كتير، وخاصة من طاقات هوائية ممكن تكون أو مائية، ممكن يكونوا ميزان أو جوزاء كمان. هدول الأشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم، بدك ما تطلع أسرارك، بدك تحاول إنك تفصل حالك عنهم، حتى لو كنتوا بنفس المكتب حاول إنك تروح على المكتب تاني أو تقضي أوقات أكتر بعيدا عن هدول الأشخاص، لأنهم ممكن يكونوا سامين في حياتك. ممكن هدول الأشخاص مش بالعمل، ممكن يكونوا في على الصعيد الاجتماعي، أقارب أصدقاء. فعم بشوف إذا كانوا من هدول الأبراج أو من هدول الطاقات عم بيكونوا شوي سامين بالنسبة لكم هاي الفترة، فحاولوا تبعدوا عن هدول الناس، يعني حتى ما تحاولوا لا تنتقموا ولا يعني تعتبروهم ند بند، بس موضوع انك تهمشهم وما تحكي اسرارك ابدا، لانه العين عليك كتير مش بس بالعمل، على اكثر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي. خلي أمورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك، خلص ما تقول لحدا شي، خاصة في للأصدقاء للأشخاص اللي موجودين معك في العمل، زملاء العمل تكون متكتم كتير في المواضيع. شايف في أطراف، في طرف ثلاثي ممكن يكون في العلاقة العاطفية، هذا ورق عاطفي طبعا، فيه كمان ممكن تبين أشياء تانية، مبين في سفر أو في بعد، في طاقة بعد عم بتحاول، إما إنه سفر فعلا راح يكون في هاي الفترة،
سفر أكثر إشي بشوفه على عمل أو هجرة، أو إنه بعد عن الطرف الثاني. عم بتكون في أول الفترة، قلنا في شوية مشاكل، في شوية صراعات، حتى لو كانت بينك وبين حالك، حول العلاقة العاطفية. في عنا اللي هو طرف ثالث، أو هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية. ما بعرف ليش طلع لك يا برج الثور أشياء كتير، يعني الكروت فيها طاقات سلبية، إن شاء الله تتخلص منها على خير، ومبين فيه استشفاء من هذا الموضوع. فنتفائل شوي. في عندك شخص كان موجود قريب، خلينا نقول عنيد شوي، مودي، سبب لك شوية أذى نفسي، شوي كنت زعلان منه. هذا الشخص عم يرجع شوي شوي هيك يتسلل لحياتك، عم بيراقبك شوي شوي، عم بدخل بيرجع يدخل لحياتك، لأنه شايفة طاقة العند أو العناد عم تنتهي بيناتكم. شايفة طاقة الزعل أو الحزن عم تنتهي برضه، فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت. وشايفة في بالنسبة للطرف الثالث في مشكلة كبيرة، إجوا لأنه فوق بعض. في مشكلة كبيرة جدا راح يصير بين الطرف الثالث والشريك، لذلك كون مطمن إنه في نهاية اللي قلنا عنها قبل شوي، نهاية لطرف ثالث في العلاقة. عم بتكون كتير محتار إنك تعطي فرصة لهذا الشخص أو ما تعطيه. كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي، لأنه قراءة عاطفية وقراءة عامة. عم بتحاول تختار شيء من الاثنين، ممكن يكون إنه توافق على الصلح أو ما توافق، ولكن شايفيتكم أنا بالنهاية عم بتكونوا مع بعض، عم بتكونوا مبسوطين بهاي العلاقة. إذا في هاي الفترة ممكن كتير إنه تروق الأمور بينك وبين الشريك. وشايفة في شخص جديد ممكن يكون من أبراج نارية أو هوائية أو مائية، رح يدخل في حياة العزاب. وعم بشوف الموضوع بيتم على خير، عم تبلش علاقة، علاقة جدية، عم تبلش علاقة، يعني علاقة حلوة، علاقة حب. طلع لك كرتين، كروت العقل الباطن. أوه، زي ما قلنا العيون، حسد، حسد كبير في عندك يا برج الثور، فبدك تدير بالك. نفس الموضوع طلع لك انه اللي قبل شوي، انه راح تكون جدا محتار بين نارين، بين قرارين، ولكن راح تاخذ القرار على خير، يعني راح تاخذ القرار المناسب. ما راح يكون في جمود هاي الفترة انك ما راح تاخذ قرارات، بالعكس راح تاخذ هذا القرار وراح يكون لصالحك. بس اللي عم بشوف اكثر اشي انه في حسد، خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية. في عيون كثير عليكم، في بعض الشوائب، بعض الأشخاص اللي عم بيوقفوا، ممكن يكون الطرف الثالث اللي قلنا عليه، وممكن يكونوا أكثر من طرف. خلينا نشوف إذا في تحذيرات غير اللي قلناها لبرج الثور. أوه، هذا مش ورق تحذير، هذا بشرى. في زواج، في خطبة، في ارتباط، في رجوع، في علاقة عاطفية عم تتبلور وعم تتطور. فيعني بس شوف لون الخاتم أزرق، يعني بقول لك احترس شوي من العين. فشايفة خاتم خطوبة إن شاء الله على خير يا رب للي حابين. وشايفيته أكتر إشي للعزاب، لأنه قلنا في شخص جديد داخل حياتهم، فممكن يكون هذا الموضوع. شوف يا برج الدار حبيبي، بالعمل رح يكون فيه
شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبوا لك الخير، من أشخاص ما بيحبوا لك الخير، ولكن هذا الشخص رح يوقف معك، أو إنه يعني هو مش متأثر بهذا الحكي أبدا، عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور. فبس زي ما قلت لك قبل شوي، احترس من هدول الأشخاص، لأنه شايفة إنه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك، ما رح يسمعهم ولا شيء، ولكن مطلوب منك إنك يعني تحترس من هدول الأشخاص. عندك مخاوف كتير حبيبي برج الثور، عندك مخاوف كتيرة بلا معنى، يعني ما إلها أبدا أي داعي. فبقول لك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك، لأنه مخاوفك هي شغلة صغيرة كتير كتير ما بينخاف منها، وإنت شيء كبير يعني. هذا اللي مبين بالصورة أو بالنصيحة. فبيقول لك ما في داعي أبدا للخوف أو للهواجس اللي أنت عم بتفكر فيها بهاي الفترة. وفعلا برج الثور عم بتكون عنده طاقة مش خوف، يعني تخوف أو زيادة حسابات ويعني مخاوف هواجس. فبيقول لك لا، ما في داعي.